كتاب الواضحة في تجويد الفاتحة للمقرئ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري، توفي سنة 32 و700 هجرية، رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك ربي أول النظم أبتدي، وأهدي صلاتي للنبي محمد. وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي. ففي باء بسم الله حقق وسينها، فصف ولام الله رقق وشددي. وفخم لرى الرحمن ثم الرحيم واشددا، واحذر التكرير والحاء فاجهدي. ومالك خف ياء ويوم اقصرنه، وفي الدين صندالا عن التاء واشددي. وإياك فاهمز واشدد الياء مخلصا عن الجيم ثم الكاف صله وفندي. وفي نستعين النون فافتح وعينه اكسرا كقاف المستقيم الجيد. وها أهدنا بين عن الهمز والصراط، فخم ومز في حرفه المتعدد. وأنعمت لا تلبث بنون وعينها، فأنعم عليهم بين الهاء واقصدي. ولا تمددن ياه كغير وغينه، فحققه كالمغضوب وأسكنه ترشدي. عليهم ولا الميم أظهر مسكنا، وللؤلؤ اخف والسكت فارددي. وللضد كالظلال جوده وفارقا لمخرجه ووصفه المتعدد. ولا تكسه لاما وضاء وجوزت لعاجز حال ضمن وجه مبعدي. وضاعف لمد الهاوي للساكنين، بل لعارضه اقصر أو فوسط أو امددي. وللألفات رققا وتوسطا في الحركات، واحذر المد تسعدي. وفي همزات الوصل والقطع حافظا على حكم إثبات وحذف محددي. ويجزئ وجه من وجوه خلافها، تواتر نقله فالإطلاق قيدي. وشدتها 14 الوقف كامل ببدء رحيم الدين والتلو وازددي. وسن ببدء عم سر تعوذ، وآمن ناسب بعد خف اقصر أو امددي. فأول نصفيها لتعظيم ربنا، وثان دعاء العبد لله فاسندي. وإن أنت حققت الذي قد ذكرته، تبر بفرض للقراءة مسندي. ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا، وصل على خير النبيين أحمدي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم.